أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تسمية المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي الخلق بالتقدير؟ يا أخي لا نغير كلام العلماء، ما نقول ما قالوه لأنهم أعرف منا وأدرى منا، لا تعدلون وتزينون شيء من عندكم، يكفيكم ما قالوه لأنهم أهل العلم وأهل الخبرة وأهل سابقة. نعم.